زوادك اليوم. الله معكم. بيخبروا عن الرسام العظيم رافاييلو لما انتهى من رسم صورة الأدرا مريم بكابيلا سيستينا بالفاتيكان، سألوه: من هي السيدة الجميلة يلي استوحيت منها الجمال والرقة لرسمت صورة مريم؟ قال لهم: ما استوحيت من امرأة معينة، إنما تأملت بوجوه كتير من الأمات. في أمات أخذت منهم الشفافية، وأمات أخذت منهم العطف والحنان، أمات أخذت منهم العطاء والمصداقية. وكتار من الصفات يلي جمعتن وحاولت بريشتي جسدن، طلع معي أجمل وجه يلي بيختصر كل الوجوه: وجه مريم أم الله. زوادي بتقلي وبتقلك: مريم هي أم الكل، أم القوي، أم الضعيف، أم الغني وأم الفقير، أم المشرد وأم الساكن بالأصول الفخمة. نيالي ونيالك لو مهما كانت صفاتنا، إذا عرفنا نكون من أولاد مريم، والله معك. زوادك اليوم. ثلاث دقايق يومية، صبح وعشية. زوادة اليوم من صوت المحبه.